وأنت مار بالشارع الرئيسي لمدينة برج بوريج ليلا، يلفت انتباهك محل تصليح إطارات العجلات. السيارة تتوقف في وقت متأخر من الليل لنفخ العجلات وأخرى لتصليحها. هي خدمة دأب عليها الشاب يزيد ليل نهار منذ سنوات لتخفيف المعاناة على المتنقلين بسيارتهم الخاصة. لا هذه كما نقولوا مبادره مني انايا باسكو لا هذه على جال المواطن. انا راني كما نقولوا ماشي باش ندخل الدراهم ولا حاجه، انا كي نحب ندخل الدراهم نقدر ندير مشروع واحد اخر. احنا رانا هنا في خدمه المواطن باسكو هنا خدموا حنايا في الليل وفي النهار على جال باش كما نقولوا نوفروا كما نقولوا للمواطن اللي يكريفي في لوطورود يكون هو ما هو بالعائله تاعو ولادو صغار يطيح يكريفي ما يلقاش في الليل وين راح يخدم الروضه تاعو، يجي لهنا البرج بوراريج 5 جويي يجي يلقانا حالين نخدموا له الروضه تاعو ويروح يروح. زبائن هذه الورشه يستحسنوا المبادره لما تقدم لهم من خدمات طوال النهار بل حتى لساعات متاخره من الليل. احنا فيار بالشيء هذا، احنا رانا فخورين باللي عندنا المحل هذا يخدم بيرمانوس. ناس برانيه يجونا متزاير من وهران يجوا عاقبين باساجيه يجوا حتى لهنا يخدموا لي فيكيل تاعهم. السيد هذا من لاستاسيون بارك الله فيه، ربي يجزيه خير ان شاء الله، باسكو لاستاسيون تاعو باسكو تخدم 24 في النهار في الليل، اقدر اطيح اون بوان في الليل جيت ريباري. تبقى مثل هذه المبادرات على قلتها مهمه بالنسبه لمواطني ولايه برج بوريج لما تقدمه لهم من خدمات طوال اليوم لتصليح أعطاب قد تلحق بعجلات سيارتهم بشكل مفاجئ.